الفنون من خلال وزارة الثقافة والرياضة والشباب، هذه النسخة الأولى لها، تقدم مجموعة من الفعاليات. هناك ورش تدريبية، هناك فعاليات محاضرات ندوات، هناك أيضا عزف حي، هناك عروض موسيقية وعروض فنية مختلفة. تهدف هذه الردة إلى استقطاب المواهب من جميع أنحاء السلطنة، المواهب الموسيقية، المواهب في الفنون التشكيلية، في الفنون الرقمية، في التصوير الضوئي، المواهب في الخط العربي. تستقطب المواهب هذه وأيضا تعزز الحراك الفني في السلطنة من جميع الفنون. مشاركتنا هنا في مجال الخط العربي، وهو إبراز فن وجمال الخط العربي الإسلامي، وكذلك إبراز الأنواع الخطوط وأدوات الخطاطين من الأحبار والأوراق والقصبات، وكذلك نوفر كتابات للزوار. هدفنا في المعرض هو إبراز فن الخط العربي، وكذلك أنواع الخطوط العربية الإسلامية، وكذلك الأعمال الفنية بعضها القديمة من كتابات القدماء، وكذلك من الكتابات التي نحن نكتبها، سواء كتابات قديمة أو كتابات التي نكتبها مباشرة في معرض الكتاب. مشاركة فريق سفراء الفن العماني في معرض مسقط الدولي للكتاب جاءت ضمن اهتمام الفريق حتى يكون له مشاركة ثقافية مهمة من خلال عدة فعاليات، من ضمنها معرض تشكيلي لأعضاء الفريق البالغ عددهم 21 عضو، بالإضافة إلى ملتقى فني وجود عدد من الأعضاء يعملون أو يشتغلون بعض الأعمال واللوحات التشكيلية في نفس الموقع. فكانت هذه بعض الجوانب التي اشتغل عليها فريق سفراء الفن العماني حتى يكون له وجود في هذا الملتقى أو في هذا المعرض المهم في السلطنة.